عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي دروس تدعيمية. اليوم جبت لكم وضعية إدماجية، كنت حطيت لكم في الفيديو السابق موضوع يتكلم موضوع في اللغة العربية، موضوع اختبار تجريبي في مادة اللغة العربية للتلاميذ السنة الرابعة متوسط المقبلين على شهادة التعليم الأساسي. كنت حطيت لكم وضعية إدماجية، فقط ما كنتش درت الإجابة تاعها. اليوم جبتها لكم وضعية إدماجية تتكلم على هجرة الكثير من الشباب وحتى الفتيات عبر قوارب الموت، فمنهم من وصل إلى الضفة الأخرى ومنهم من غرق وكثير منهم انقطعت أخبارهم. هاي من الوضعية الإدماجية. قال لك في الوضعية الإدماجية: سياق تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في شهر أكتوبر الماضي خبر هجرة الكثير من الشباب وحتى الفتيات عبر قوارب الموت، فمنهم من وصل إلى الضفة الأخرى ومنهم من غرق وكثير منهم انقطعت أخبارهم. في سنة نفسك غالية وروحك ليست لعبة، فلا تغامر بالانتحار في سبيل الغربة. في التعليمة انتج نصا من 16 أسطر أو أكثر تشرح فيه سلبيات هذه الظاهرة مبديا رؤيك فيها مع توظيف مكتسباتك القبلية. هذه هي الوضعية الإدماجية، رح تكلم على الهجرة الشباب إلى الخارج. وهي من الوضعية الإدماجية راني حطيتها لكم، وإن شاء الله تكونوا تستفادوا منها وإن شاء الله تحلكم في الامتحان في شهادة التعليم المتوسط. هذه هي الهجرة السرية أو الغير الشرعية، هي هجرة من بلد إلى آخر بشكل غير قانوني، حيث يتم دخول البلاد دون تأشيرة أو دون وثائق، وهي عبارة انتحارية خطيرة. إذن ما هي أخطار هذه الهجرة، وهل المجتمع راضي أم موافق لهذه الهجرة؟ الكثير من الشباب أصبح اليوم يفكر في الهجرة الغير الشرعية، ويأخذون الكثير من الشباب أصبح اليوم يفكر في الهجرة الغير الشرعية ويأخذون القرار لترك وطنهم وأهلهم ويقطعون البر أو البحر لركوبهم قوارب الموت ليصلوا إلى بلد أجنبي الغريب الذي يريدونه، أو لأسباب ودوافع عديدة، منها قد تكون دوافع اجتماعية أو سياسية كالحروب وعدم الاستقرار. يهاجرون باحثين لتحقيق أهداف لم يصلوا إليها في بلدهم أو لأسباب اجتماعية كالبطالة أو المعيشة المزرية وتشكل الهجرة مجموعة من آثار السلبية على المهاجرين، منها عدم الطمأنينة كما يتحملون الذل والمهانة، إنهم أشخاص غير مرغوبين فيهم، كما أنهم يتعرضون إلى الاضطهاد العنصري. وللحد من هذه الظاهرة يجب على كل شخص خاصة الشباب احترام قيم دولتهم واحترام قوانينها، وأن لا يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة، حيث قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كما يجب على السلطات توفير كل المرافق الضرورية في جميع المجالات وتربية الأبناء تربية سليمة، وتحفزهم على حب الوطن لأنه من الإيمان، وأن يلبسوا لباس الكرامة والانتحار. بالتوفيق. هاي بناء الوضعية الإدماجية، إن شاء الله تكونوا فهمتوها ولازم تتحفظوا منها وتستوعبوها. ما بقى لي غير نقول لكم إلى اللقاء في بالتوفيق إن شاء الله في الامتحانات، وإلى اللقاء.